السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. التربية تفتح باب النقل والتنسيب لموظفيها إلى مشروع الوزارة رقم 1. أعلنت وزارة التربية فتح باب النقل والتنسيب لموظفيها إلى مشروع الوزارة رقم 1، وقالت التربية في بيان أنه تم فتح باب النقل والتنسيب إلى مشروع الوزارة رقم 1 أمام موظفي المديريات العامة التابعة للديوان الوزاري والمديريات العامة للتربية في بغداد حصراً. وأوضحت الوزارة أن الاختصاصات المطلوبة هي مهندس مدني ومهندس ميكانيك ومهندس كهرباء وموظف خدمة، مشيرة إلى أن آخر موعد التقديم هو الأول من تموز المقبل. للدخول إلى رابط النقل أو التنسيب تجدون الرابط في أسفل وصف الفيديو.